الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في مسند أحمد عن شهر بن حوشب قال: لما وصل نعي الحسين بن علي، لما وصل نعي الحسين بن علي عليه السلام إلى المدينة، خرجت أم سلمة باكية وهي تقول: قتلوه قتلهم الله، أذلوه لعنهم الله. ثم قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد دخل إلى بيتي. ثم جاءت فاطمة ببرمة فيها غذية فسألها: أين ابن عمك علي؟ فقالت: هو في البيت. قال: اذهبي وأخبريه وأخبري ابنيك. فجاء ابناها وجاءت فاطمة وجاء خلفهم علي، فأخذ رسول الله كساء فجل لهم به وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في رحاب الحسين عليه السلام نجتمع ونلتقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا حول الحسين مع جد الحسين في جنة الحسين، إنه على كل شيء قدير. حديثنا هذه الليلة بعنوان حديث الكساء، خريطة عقدية وقيم تربوية. الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رافق نزولها حادثة ذكرها المحدثون وأهل التاريخ. الحديث المعروف بحديث الكساء هو حديث متواتر في درجتين: درجة الأولى تواتر اللفظي، والدرجة الأخرى تواتر الإجمالي. التواتر اللفظي يعني أن نصا معينا
ينقل من قبل عدد من الرواة في كل طبقة، مثلا يسمعه عن النبي عدة أشخاص، ثم بعد ذلك يسمعه في الطبقة الثانية أشخاص متعددون، وهكذا. هذا يسمى بالمتواتر، متواتر من حيث اللفظ. ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله نقل عنه أحاديث متواترة نظرا لكثرة من نقلها، مثلا حديث الغدير، حديث الغدير الذي حصل في آخر سنوات رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، يعتبر من الأحاديث المتواترة نظرا لأن آلافا من الناس قد استمعوا هذا الحديث. وبطبيعة الحال كل شخص سوف ينقل هذا الحديث إلى أشخاص آخرين، وهكذا تتوسع الدائرة فيكون هذا الحديث حديثا متواترا. كذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أيضا اعتبر من الأحاديث المتواترة نظرا لأن الذين نقلوه كانوا كثيرين. هذا الحديث حديث الكساء في صيغته الأولى على الأقل التي ذكرناها المختصرة حديث متواتر، نقل عن 9 من الصحابة، من بينهم أمير المؤمنين عليه السلام، من بينهم الإمام الحسن، من بينهم أبو ذر الغفاري، أبو سعيد الخدري، أم المؤمنين أم سلمة، أم المؤمنين عائشة، هؤلاء وغيرهم نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا احنا نسميه متواتر، تواتر لفظي. هذا رح ينفعنا فيما بعد عند الكلام عن الموضوع العقدي. اكو نوع اخر من التواتر ايضا يدعى لهذا الحديث، وهو التواتر الاجمالي. التواتر الاجمالي معناه شنو؟ ان حادثة واحدة تفاصيلها بحسب النقل تختلف، ولكن أصل الحادثة يكون متفق عليها. مثلا واحد يجي من الرواة فيقول جللهم، يعني غطاهم بكساء يماني. يجي راوي آخر يقول جللهم بكساء خيبري. يجي ثالث يقول جللهم بكساء قطواني صوب الكوفة. هنا ظاهر الأمر أكو اختلاف في التفاصيل، لكن هذا في التواتر الإجمالي ما يضر. أصل الحادثة أن عدد الذين كانوا تحت الكساء 5 لا غير، وأنه نزلت فيهم هذه الآية المباركة، هذه حادثة متفق عليها. هسه واحد يختلف يقول مثلا كساء خيبري، واحد آخر يقول كساء يماني، واحد يقول مثلا صباح ذلك اليوم، واحد يقول عصر ذلك اليوم، هذا ما يأثر في أصل الموضوع، وهذا يسمى بالتواتر الإجمالي. الحديث إذن في هذا المقدار متواتر تواترا لفظيا، حيث أن 9 من الصحابة قد نقلوا ومن بعدهم أكثر. ومتواتر تواتر إجمالي وإن اختلفت بعض التفاصيل فيه. أما من طرق الشيعة فكثير، يعني أكثر من 30 طريق من طرق الشيعة تشير إلى نزول الآية المباركة في هذا المورد وتطبيق النبي على هذا الموضوع. هذا في أصل الحديث. عندنا هناك بحثان أساسيان. البحث الأول في فقه الحديث
استنادا إلى الآية المباركة من الناحية العقدية، والقسم الثاني يرتبط ببعض القيم التربوية التي تستفاد من صيغة أخرى لحديث الكساء. الآية المباركة اللي نزل فيها وفي شأنها الحديث هي آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية المباركة تشير إلى أن إرادة الله عز وجل قد تعلقت بإذهاب الرجس عن أهل البيت، اللي راح يتبين بعدين منه هم، تعلقت بإذهاب الرجس عن أهل البيت وبتطهيرهم، وهذا يساوي موضوع العصمة، يساوي موضوع العصمة ويساوي حجية أقوالهم وحجية أفعالهم اللي يستدلون به شيعة أهل البيت على الإمامة. الإمامة تحتاج إلى عنصرين: العنصر الأول العصمة، أن يكون الشخص معصوما لأنه مبلغ عن الله لا يتعمد الكذب ولا يخطئ نسيانا ولا شهوة، وهذا المعصوم يتحقق من عنده. وتحتاج أيضا إلى أن قوله يكون حجة بأن لا يكون كذبا، بأن لا يكون من تلقاء نفسه. إذا كان الشخص مطهرا من الدنس والرجس والذنب والعيب والكذب والهوى والشهوة، فهذا يعني أنه قد امتلك هاتين الصفتين. إرادة الله تعلقت بأن يكون هؤلاء مطهرين. الإرادة الإلهية قسمان يقولون، أي ولو بعض البحوث نحن نشير إليها من أجل أنه لو أراد إنسان أن يتوسع في المبحث يكون عنده طريق. يقولون إرادة الله على قسمين: إرادة تشريعية، مثل إرادة الله منا أن نصلي، إرادة الله منا أن نصوم، إرادة الله منا أن نفعل سائر الأفعال. هاي عبارة عن توجيه أمر إلهي، أن الله يريد منك أن تصوم، يريد منك أن تصلي، يريد منك أن تجتنب المحرمات، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن يريد ليطهركم. هذه كلها إرادة تشريعية، يعني الله يأمرك أن تصلي، بس أنت إلك الحرية تصلي لو ما تصلي. قسم من الناس لا يصلي وأنت وأمثالك تصلي. الله يريد من الناس أن يكونوا طاهرين، يتطهروا للصلاة، أن يتطهروا للصلاة، لكن قسم من الناس لا يصلون ولا يتطهرون. أنت الحمد لله تصلي وتتطهر. هذه الإرادة التشريعية ممكن تصير ممكن ما تصير، ممكن الإنسان يطيع الله فتتحقق الإرادة، ممكن ما يطيع الله لا تتحقق الإرادة، مثل الأوامر. طيب هناك إرادة أخرى نسميها الإرادة التكوينية، وهي عبارة عن تصرف الله في الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا شنو؟ أن يقول له كن فيكون. الله طبعا ما يقول للشيء كن، فقط يريد. بمجرد أن الله يريد أن تخلق الأرض ما يحتاج يقول لها كوني أيتها الأرض، لا، فقط الله يريد خلاص تصير.
الله ما يحتاج إلى أدوات، ما يحتاج إلى مقدمات، وإنما بمجرد أن يريد شيئا يحصل ذلك الشيء، من دون لفظ، من دون كلام. وهذا التعبير اللي يقال يا من أمره بين الكاف والنون، هذا تعبير مسامحة، الله ما يحتاج إلى اللفظ أصلا. طيب، فهناك إرادة تكوينية، هذه الإرادة التكوينية بمجرد أن الله يريد تصير، يريد أن تكون أشجار بعدد كذا وكذا، تصير نفس الوقت ما تتخلف، يريد أن يكون كذا من الأرض بحار وأنهار، نفس الوقت تصير. هنا إرادة الله بإذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام هي إرادة تكوينية، ولذلك لا تتخلف، لذلك لا تتأخر، لذلك لا تتغير، خلاص الله أراد ذلك فكان. طبعا أراده بعد أن علم منهم اختيار الطاعة واختيار نهج الله، وأنهم لا يريدون إلا ما أراد الله عز وجل. إذا كان كذلك فهذا مما يستدل به الشيعة الإمامية على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى أن أقوالهم حجة، أفعالهم حجة، ليس كلام علي بن أبي طالب ككلام بقية الصحابة. بقية الصحابة يمكن يخطئون، يمكن يغضبون، يمكن يذنبون، لكن عليا كلامه لغير خاضع، لأنه من ضمن آية التطهير. كلام فاطمة عليه السلام لما تروح تحتج في قضية فدك أو غير، ما تعامل كبقية النساء. طيب، لأن كلامها نابع من موقع لا يتخلله الكذب ولا الهوى ولا الغفلة ولا النسيان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين، هسه هذا افتهمنا أهل البيت من هم. هناك نظريتان، النظرية المشهورة والمعروفة بين المسلمين عموما إلا فئة قليلة، أن أهل البيت عليهم السلام هم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وعلي والحسنان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم أهل البيت وهم أهل الكساء. أساسا مصطلح أهل الكساء وأصحاب الكساء صار مصطلح رائج منذ تلك الفترة. ونقرأ إحنا في زيارة الأربعين، زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري للإمام الحسين عليه السلام، اللي حصلت بعد قريب 40 يوم من شهادة الإمام الحسين، نقرأ فيها هذا النص بعد أن يسلم على الإمام الحسين، يقول: وخامس أصحاب الكساء. مما يتبين أن ذاك الوقت خلص انطبعت هذه القضية كقضية لا نقاش فيها، وأنهم خمسة وهذا هو الخامس، مو ستة ولا سبعة ولا 100، وأن الحسين عليه السلام هو خامسهم. أهل البيت حسب هذه النظرية الأولى اللي موجودة عند أكثر المسلمين هم هؤلاء الخمسة. وكما ذكرنا هذا الحديث اللي ينقله مسند أحمد بن حنبل، وينقل بعبارة أخرى لكن مع نفس القضية الأصلية في سنن الترمذي وغيره من كتب الأحاديث الأخرى. وكما ذكرنا من قبل 9 من الصحابة، يعني بلغ حد التواتر فضلا عن التواتر الإجمالي، يقولون إن هؤلاء الخمسة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوا عليهم. هناك نظرية أخرى أملاها العداء لأمير المؤمنين عليه السلام في زمن الخوارج، واشتهر بها 2.
عكرمة غلام ابن عباس ومقاتل، هذول اثنيناتهم كانا معروفين برأي الخوارج، وكان عكرمة معروف بأنه يكذب على ابن عباس حتى قيل إنه حبسه في الكنيف، تكرمون بيت الخلاء، حبسه هناك حتى لا يخرج وينقل عنه حديث، يعني هذا غلام إلى ابن عباس، فيروح يقول للناس حدثني ابن عباس كذا وكذا، الناس يصدقونه، فحبسه مدة من الزمان عقوبة له، وأفشى في الناس أنه هذا ترى يكذب علي، لا تأخذون بقوله. هذا واحد من الأشخاص الذين قالوا إن أهل البيت هم زوجات النبي. الشخص الآخر هو مقاتل، مقاتل أيضا معروف بين الرجاليين بكذبه وبتصريحه في ذلك، إلى حد أنه إجا إلى المنصور العباسي وقال له أتريد أن أضع فيك وفي جدك حديثا عن رسول الله؟ تبغى أعطيك حديث فيك وفي جدك ابن عباس؟ قال له لا شكرا جزيلا، أحسن كثر خيرك حسب التعبير، لا نحتاج إلى ذلك، لكن بالنسبة إلى المهدي العباسي وضع الحديث، يقولون أنه دخل عليه فشافه يسوي سباق بطيور بالحمام، طيب، وما كان مشروع هذا، فلما رأى الخليفة قاعد يطير طيور لازم يسوي له مبرر شرعي، فقال له لقد سمعت رسول الله، من سمع رسول الله يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، هي أو جناح الأخير ما فيها، لا سبق إلا في خف أو حافر، السباق في مثل هذه بين الجمال أو بين الخيل، هذا طورها إلى شنو؟ الجناح أيضا، باعتبار هناك كان يطير الطيور، فبعد شوية أعطاه مبلغ من المال وخلاه ينصرف وقال أشهد أن قفا كاذب على رسول الله. طيب هذا وجه بل قفاه قفا كاذب على رسول الله، زين قفا كاذب على رسول الله تروح تعطيه فلوس جائزة إليه؟ طيب كان لازم تردع عن هذا الأمر على أي حال. فهذا مقاتل كان من هالنوع، يضع الحديث لمن يشتريه بثمن، كان يضع الحديث ويقول أيها الناس من يباهلني في أن الآية إنما نزلت في زوجات النبي، أي واحد حاضر أنا أتناقش وياه. طيب غير هؤلاء ومن تبعهم باقي المسلمين يشيرون إلى أن الآية المباركة وأن أهل البيت هم هؤلاء الخمسة، لأنه يترتب عليها قضية العصمة، ما حد من المسلمين يدعي لواحدة من زوجات النبي العصمة، صراحة ما حد يقدر يقول أنه هؤلاء معصومات. طيب والآية المباركة الالتزام فيها يعني الالتزام بالعصمة، فهذا بالنسبة إلى من هم أهل البيت. صار عندنا إذن الحديث في صيغته الأولى متواتر لفظا، متواتر إجمالا، في معناه ينتهي إلى الإمامة وينتهي إلى العصمة وإلى حجية قول المطهر وقول المعصوم. طيب وهؤلاء ليسوا إلا الخمسة بعد النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسنان سلام الله عليهم أجمعين. هناك نص آخر ينقل في بعض الكتب الشيعية، والنص الثاني هذا فيه تفصيل وينقل عن سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة، ولعله هو المنتشر بين عوام الناس أو عموم شيعة أهل البيت.
مختصرة أن فاطمة عليه السلام تقول: جاءني رسول الله في يوم من الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام يا أبتا. قال لها: يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. قالت: أعيذك بالله من الضعف. قال: فآتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته به فغطيته به وصرت أنظر إلى وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله، فما هي إلا ساعة حتى جاء ولدي الحسن فقال: السلام عليك يا أمه يا فاطمة، إني أشم رائحة طيبة عندك كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي، نعم هو تحت الكساء اليماني. فجاء إلى الكساء فقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معك في الكساء تحت الكساء؟ فرد النبي عليه السلام وقال: قد أذنت لك. الرواية تكمل تقول: ثم جاء الحسين وقال كلاما شبئا، ثم جاء علي عليه السلام وقال كلاما شبيها، ثم دخلت فاطمة بعد الاستئذان. هذه خلاصة النص الآخر الذي ينقل في المصادر الشيعية. هناك كلام حول أنه هل سند هذا تام أو لا. بعض علمائنا مثل السيد اليزدي على الله مقامه يذب الإشكال عن هذا الحديث ويقول: لا مانع أن الواقعة تتعدد، مرة يكون في بيت فاطمة، مرة يكون في بيت أم سلمة، مرة يكون كساء يماني، مرة يكون كساء خيبري، خصوصا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يريد إعلام هذا المطلب، إعلام هذه القضية. طيب، آخرون أيضا نقلوه من العلماء والمراجع ولم يتعقبوه بشيء. إحنا في هذا المجال لا نريد أن نستدل بهذه الرواية الشيعية في الموضوع العقدي. ليش؟ لأن الموضوع العقدي يحتاج إلى دليل قوي يفيد العلم، يعني حديث متواتر. الحديث الأول يكفينا إحنا لأنه حديث متواتر يدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام ويدل على إمامتهم ويحصرهم في هؤلاء الخمسة. طيب، القسم الثاني اللي هي الرواية التي ذكرتها قبل قليل لا نستدل بها في البحث العقائدي، ولكن نستفيد منها في الاستفادة التربوية، قيم تربوية نستطيع أن نستفيدها من هذه الرواية الشريفة. منها مثلا أن الملاحظ عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله سلم على ابنته فاطمة باسمها أيضا، وفي هذا لفتتان. اللفتة الأولى السلام عند الدخول. أكو قسم ترى من الناس، الحمد لله الحاضرون ليسوا منهم، عندما يدخل إلى منزله لا يسلم. زوجتك قدامك ما يسلم عليها، بنت أمامه لا يسلم عليها، ولد أمامه لا يسلم عليه. وأحيانا قسم منهم يعني بس يريد يشعر بوجوده يدقدق الباب أو أحم أو ما شابه ذلك أو دستور. يابا أنت تعال وتحلى بخلق رسول الله، عندما يدخل إلى المنزل يسلم على ابنته فاطمة سلام الله عليها، ويأتي لها بأحب أسمائها إليها وهو فاطمة. تلاحظوا كلام النبي دائما: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة كذا، فاطمة كذا. صار هذا الاسم من أقرب الأسماء إليه وإليها. الزهراء لما ترد عليه أيضا ترد عليه بطريقة خاصة، لاحظوا: وعليك السلام يا أبتا. ليش ما قالت يا محمد؟ ليش ما قالت يا رسول الله؟ القرآن الكريم
نزل بعد أن بدأ القرشيون بل حتى بعض المسلمين ينادون النبي بطريقة غير لائقة، يا محمد كذا وكذا، فنزل القرآن الكريم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تصور أن النبي بهالطريقة مثل ما تنادي زيد وعبيدة تنادي هكذا، ناديه بما يليق بجلاله وشأنه ومقامه، فصار الكل ناديه على أثر ذلك بيا رسول الله. فاطمة كانت من أول الملتزمين بهذا، نادت النبي لما شافته يا رسول الله، قال لها: أما أنت يا فاطمة لا، ناديني بيا أبتي فهو أقرب إلى القلب وأحب إلى النفس. الآخرون نظرا لأن عندما يقول يا محمد هذه فيها نوع من الاستخفاف، هذا غير جائز، لكن أنت عندما تقول يا أبتا لا، هذا فيه تعظيم وفيه رقة وحنان. لذلك فاطمة أيضا نادته بنفس هذا الاسم. خلي لنفترض الولد أو البنت أو الزوجة تنادي زوجها أو أباها بأفضل أسمائه التي يريدها، إذا يا أبا أحب إلى ناديه يا أبا، إذا لا في مكان يعني يحتاج إلى إظهار شخصيته الاعتبارية لا تناديه يا دكتور يا ما أدري كذا يا إلى آخره، اللي فيها تكريم. هذه من الأشياء اللي نستفيدها من ممارسة النبي مع فاطمة، وبالعكس في هذا الأدب. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لها: إني أجد في بدني ضعفا، أنا أشعر بضعف في بدني. ومن هنا بعض فقهائنا استفاد منها رجحان الشكوى للمؤمن. أنت عندك شيء، عندك مرض، عندك تعب، عندك كذا، لا تروح تشتكي عند واحد غير مؤمن. من شكى إلى غير مؤمن فكأنما شكى الله عز وجل، ومن شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله. تعال إلى شخص مؤمن وأنزل به همك وبثك ومشكلتك. طيب هنا يستفيد بعض فقهائنا من أنه يرجح أن يبث الإنسان المؤمن ضعفه همه مشكلته، لا تتفجر من الداخل، لا تضعف أمامها، ألقي هذا الحمل إلى من؟ إلى إنسان مؤمن مثلك. فقال رسول الله: إني أجد في بدني ضعفا. المقابل هذا الإنسان المتلقي للشكوى ما لازم يسوي مثل بعض الناس، مثلا الولد تعبان أو مريض أو أخوك جاي إليك يشتكي إليك همك، يقول قوم طير بلا دلاحة بلا كلام فاضي. طيب هذا مقابلة غير حسنة. إنما قصدك ببثه وهمه وشكواه لأنه يتوقع منك على الأقل أن تساعده بالكلام الطيب، تعضد نفسك. وهذا ما صنعته فاطمة الزهراء عليه السلام عندما قالت: أعيذك بالله من الضعف، أنا أسأل الله أن تكون عائذا به في ضعفك فيقويك، أنت تلجأ إلى الله عز وجل وهو الذي يعطي القوة وهو الذي يعطي القدرة. أعيذك بالله من الضعف، آتيني بالكساء اليماني فأتيته به وغطيته به. لاحظوا هنا نفت لمسة ولفتة حنان من فاطمة عليها السلام. ترى في بعض البيوت، أنا أشير إلى هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات يا من تسمعون جميعا، إن شاء الله هذا ما يكون موجود عندكم وهو غير موجود، أكو بعض الآباء بعض الأجداد يعيشون الوحدة، يعيشون الوحشة، يعيشون العاجز. الرجل يجي يشوف أنه قضى كل عمره في سبيل أن ينشئ هذا الشاب وتلك الشابة، بعدين يبقى قرين البرد
في منزله وقرين الوحدة في داخل داره، يحتاج إلى واحد يقدم إلى كاس ماء لكي يشرب، لا يجد إلا شغالة أجنبية. هذه حقيقة عار على هذا الولد، عار على هذه البنت، عار على هذه الزوجة، وبالعكس بالنسبة إلى الأم. أم تقضي آخر عمرها بعد هالإنجاب وبعد هالتعب وبعد هالجهد، وكل ولادة تلدها روحها تطلع آخر الأمر، تحتاج إلى بنتها تجلس إلى جنبها في مرض موتها ما تلقى بنتها، أو تطلب ابنها يجي يقعد إلى جانبها يسقيها شربة الدواء في آخر حياتها. بعضهم لا سمح الله يجي يضيق بأمه وبأبيه ودي إلى دار العجز. حقيقة هذا عار على الإنسان. أين كما ربياني صغيرة؟ وين إذا؟ ليش يقول كما ربياني؟ لأن الإنسان ينسى، يقول أنا قدامي حياة أريد أعيشها، أريد أفرفش، أريد أعيش حياتي، شنو كل يوم رايح إلى واحد يزن علي وحين عليك؟ هذا هو بعد مثل ما زنيت عليه أنت في يوم من الأيام، مثل ما نظفك وجلس وسهر وإلى غير ذلك. احيانا ما يحتاج الانسان الى فلوس، تقول انا والله راس كل شهر اخلي في حسابه 1000 ريال او اودي على، ما يحتاج الى فلوس، يحتاج الى حنان، يحتاج الى رعايه، يحتاج الى كلمه طيبه، يحتاج. تقول الزهراء عليه السلام: فاتيته به وغطيته. ما كان النبي ضعيف له المقدار اللي ما يقدر يتغطى، لكن هي هاي أتيته به وغطيته، هي دفقة حنان ورعاية وعناية. خلي نفكر في هذا بالنسبة إلى آبائنا وأمهاتنا، بالنسبة إلى زوجة المريضة، هي بالنسبة إلى زوجها المريض، وهكذا. فأتيته به وغطيته به وطفقت أنظر إلى وجهه كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه. لاحظوا الزهراء عليه السلام، حقيقة هؤلاء صفوة الله سبحانه وتعالى. المنظر رجل ضعيف وتعبان، لكن الزهراء تستخرج من هذا المنظر منظر الهلال والبدر والنور. يعني احنا لازم نفكر دائما في الجهات الإيجابية، لازم نفكر في البياض في الصورة مو في السواد، لازم نفكر في الشيء الأحسن مو نروح نركز على. تقدر تقول وكان النبي يعتصر ألما ويتلوى وجعا ويرفع رجلا، تقدر تقول هذا الكلام، ولكن الزهراء عليه السلام تروح تلتقط إلينا وتقدم إلينا مشهد من أروع المشاهد في ما يرتبط بهذه الصورة. وإذا بوجهه يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله، ما هي إلا ساعة. طبعا ساعة هنا مو بمعنى 60 دقيقة، ساعة في الروايات يعني برهة من الزمان، ما كان هذا التقسيم الموجود بحسب الدقائق والثواني في ذاك الوقت موجود. فما هي إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. الحسن في ذاك الوقت أقصى شيء عمره 5 سنوات، 6 سنوات مو أكثر من هذا. طيب، فسلم: السلام عليك يا أمه، إني أجد عندك رائحة، أو إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. هذه فيها معنيين. المعنى الأول بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أن غير جماله البدني اللي هو، ويقول فيه الشاعر: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جمال الشخصية عنده، وعند أيضا جمال هو صنعه لنفسه. إذا يدخل مكان تفوح منه رائحة عطرة وطيبة، هذا يعلمنا. أنا جاي إلى مجلس الحسين عليه السلام، رايح إلى زيارة آخرين، عندي جلسة مع الناس،
ما معنى أن أذهب وأنا برائحة غير حسنة، بوضعية غير صحيحة، بهندام غير مرتب؟ ماذا يعني هذا؟ أنت رايح لكي يشم منك الناس الرائحة الطيبة ويروا فيك المظهر الحسن، وأن يوافق مظهرك مخبرك من الحسن والطهارة والفضيلة. الإمام النبي صلى الله عليه وآله عندما يدخل بيت فاطمة إلى هالحد اللي تكون رائحتها العطرة الطيبة باقية بحيث يعرفها مثل الإمام الحسن عليه السلام، يدخل السلام عليك يا أمة. لازم نعلم إحنا أبنائنا وبناتنا في وقت مبكر على هالآداب. ترى الطفل يلتقط من الصغر، يلتقط بعدين إذا تريد تأدبه وتعلمه يصعب عليك الأمر. من البداية علمه، لا تقول ما يفهم، لا تقول ما يعرف، لا، أبو 3 سنوات يفهم فضلا عن 5 سنوات والعشر سنوات. علمه، تعامل إياه كرجل، تعامل إياه كإنسان يصدر منه الخير، وبالفعل سوف ترى ذلك. يجي الإمام الحسن عليه السلام، أولا يبدأ سلام على أمه الزهراء عليه السلام، ثم يقول لها: إني أجد أو أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. متعود على هذه الرائحة الطيبة، يعرف صاحبها. قالت: نعم، هو تحت الكساء. يجي الإمام الحسن ما يشيت على طول: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ هذا تعليم، هذا تربية، هذا تدريب. لا يجي واحد يقول: أنا شو أسوي في عمري؟ والله مرة واحدة أنا كنت ويا زوجتي على وضعية غير طبيعية، مرة واحدة وإذا الولد ما دخل عليهم. طيب أنت ما مربي، ما معلم على أنه لا بد أن يستأذن، لا بد أنه إذا يريد يدخل على مكان أن يطرق الباب أو أن يقول كلاما يفيد ذلك، وإذا تدرب يتدرب إلى المستقبل. فيجي يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي في المقابل ما يقول: أنا توني جاي من الشغل، لا تدوخني، شايف قسم من الآباء، إن شاء الله ماكو أحد منهم، وأكيد ماكو أحد منهم في هذا المجلس. طيب يجي من العمل، تعلن حالة الطوارئ: أنا ترى تعبان، دايخ، ما أبغى أحد يكلمني، تليفون بعيد عني، ما نخرج على أحد. يا بش صاير غيرك أيضا دا يروح الشغل ويرجع، غيرك أيضا الأخلاق وين تتبين؟ السلوك وين يتبين؟ إذا واحد مرتاح ومريش وما أدري كذا وكل أموره طيبة، ذاك الوقت يريد يصير على أخلاق، شنو فائدته؟ كل الناس يقدرون. متى يتبين أخلاق الإنسان؟ عندما يكون متعب، عندما يكون مجهد، عندما يكون في وقت ضيق. ذاك الوقت النبي صلى الله عليه في حالة ضعف يحتاج إلى الاستراحة، وتدري الطفل لما يجي بالتالي لازم أن يتحركش، مع ذلك يأذن له ويضمه إليه، يلصقه ببدنه، والحسين يأتي أيضا، وعلي يأتي، وهكذا حتى تصير هذه أسرة متكاملة ومتماسكة. في الحديث طول الآن، لا نستطيع الاستطراد في الوقت، لا يتسع لنا، لعلنا في ما يأتي من الليالي نشير إلى ذلك إشارات. خلاصة حديثنا أن حديث الكساء الذي نزل في ذيل آية التطهير حديث متواتر لفظا عند المسلمين وإجمالا. القضية متواترة وإن اختلفت تفاصيلها، وبعض ألفاظ الحديث هي متواترة. في هذا الحديث هناك إرادة تكوينية من الله عز وجل بإذهاب الرجس، يعني بعصمة أهل البيت وبتطهيرهم تطهيرا تاما، وهذا يلازم العصمة، والعصمة تلازم حجية قول المعصوم، وحجية قول المعصوم تلازم الإمامة، فهذا يصير دليل لدى الإمامية على إمامة أهل البيت من جهة، وعلى عصمتهم من جهة أخرى. أهل البيت نفس الحديث عينهم، لأن في الآية المباركة مجمل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الحديث عينهم
بل أخرج من سواهم في سنن الترمذي وفي غيره. فقالت أم سلمة: أأدخل معكم يا رسول الله في تتمة الحديث؟ قال لها: مكانك، يعني ابقي مكانك وإنك لعلى خير. يعني هذا مقام خاص، مو أي واحد، مو أي واحد مهما على منزله، لأنه لازم يكون هذا معصوم وأنت لست بمعصومة وإن كانت منزلتك منزلة عالية. إنكار مثل عكرمة ومقاتل أنها نزلت في هؤلاء، والإشارة إلى أنها نزلت في زوجات النبي، لا يتابع نظرا لموقفهم السياسي المخالف للإمام علي عليه السلام، حيث كانوا على مذهب الخوارج، ومن ناحية الحديثية وصفوا بالكذب وبالاختلاط. الجهة الأخرى هي ما ذكرنا من أن هناك رواية تفصيلية أخرى فيها المشهد من بيت فاطمة الزهراء، وليس هناك تناقض بين الأمرين نظرا لما ذكره بعض علمائنا من أن القضية ربما تكون مكررة بدافع أن يتم الإبلاغ عن هذا المعنى، مثل ما أنت إذا عندك قضية تريد تأشر إلى واحد أنه هذا وكيلك، فتجي المسجد تقول: ترى هذا وكيل عني. تروح إلى بيتكم جماعة جالسين تقول: ترى هذا الحمد لله صار وكيل عني. توصل السوق نفس الكلام، تريد تشيع هذا المعنى وتعلن عنه. النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذا التوجيه أراد أن يشيع الحديث والقضية في أكثر من موضع. في هذه الرواية التي تنقل في المصادر الشيعية هناك جهات تربوية كثيرة، أنا أشرت إلى بعضها، وأدعو الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات إلى أن يتدبروا في أثناء قراءتهم لهذه الكلمات لكي يستخرجوا منها ما هو مفيد من القيم التربوية. هؤلاء هم أصحاب الكساء، المصطلح اللي صار علم على هؤلاء الخمسة، ولذلك نجد حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري في وقت مبكر، يعني في العصر الإسلامي الأول، هذا مو الشيعة سووا عنوان أصحاب الكساء فيما بعد، وإنما في العصر الإسلامي الأول في سنة 61 للهجرة في شهر صفر، أنصاري جابر بن عبد الله يزور الإمام الحسين بقوله: وخامس أصحاب الكساء. وفي سائر الأوقات أيضا كان هذا التعبير موجودا، وهذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله عبد الله بن الفضل الهاشمي: وليش صار يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة وعزاء لأهل البيت، مع أن عندهم مصيبة رسول الله وهي مصيبة عظيمة، ومصيبة فاطمة الزهراء وهي عظيمة، ومصيبة الإمام علي والإمام الحسن؟ يقول: لأن أصحاب الكساء كانوا كلهم موجودين، فتلخصوا في الأخير في الحسين، فلما صرع الحسين كأنما قد فقد أصحاب وأهل الكساء جميعا. شاعر يقول: فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، كأنما كل هؤلاء ذهبوا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان للناس سلوة بالخمسة من أهل الكساء وعزاء، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله صارت سلوة الناس بفاطمة، فاطمة بعد باقية مع الإمام أمير المؤمنين والبقية، فلما قبضت فاطمة صارت سلوة الناس وعزاؤهم بالحسن بن علي بالإمام علي عليه السلام، فلما قبض وقتل الإمام أمير المؤمنين صارت سلوتهم بالحسن، فلما قبض الإمام الحسن مسموما صارت سلوة الناس وعزاؤهم بالإمام الحسين عليه السلام، فلما قتل أبو عبد الله الحسين، وشلون قتل ذاك المقتل صار أيضا، فكأنما قتل أصحاب الكساء جميعا وقبضوا في يوم عاشوراء، ولذلك اتخذ ذلك اليوم يوم عزاء. وهذا يفسر المعنى
الذي نسب إلى زينب عليها السلام أنها عندما رأت رأس الحسين على رمح طويل قد شهر شبكت عشرها على رأسها وخرجت من خيمتها ونادت اليوم مات جدي رسول الله اليوم ماتت أمي فاطمة اليوم قتل أبي اليوم قضى أخي يعني جميع هؤلاء اليوم شعرت بفقدهم وبوحشتهم كان الحسين خلاصة أصحاب الكساء فلما فقد في ذلك اليوم فقدوا بأجمعهم لهذا كان يوم عاشوراء يوم عزاء ومصيبة لا العشر الأوائل كلها الريان ابن شبيب يدخل على الإمام الرضا عليه السلام أول يوم من أيام المحرم يشوف جالس جلسة الحزين باكي يقول له ما الذي جرى عليك سيدي يقول يا ابن شبيب هذا أول يوم من أيام شهر المحرم وقد كان أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر لا والله ما حفظت هذه الأمة حرمة شهرها يا ولا حرمة ابن بنت نبيها ذبحوا حسينا أين المنادي وحسينا يا وسلبوا نساءه وأطفاله يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء يعني أكو شيء يستاهل واحد يبكي عليه في هذه الدنيا يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ليش سيدي فإنه ذبح كما ترى ذبح غير قتلها قتل يعني بالسيف ينضرب ويظل ينزف أما ذبح لا وهو على قيد الحياة يحز رأسه فإنه ذبح كما يذبح الكيبش وقتل معه 17 من أهل بيته ما لهم على وجه الأرض شبيه يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين احنا ايدنا مقطوعة عن الزيارة الآن ونشهد هالمكان لكن لساننا غير قاصر نقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بعد عندك حالة يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك مال مثل أصحاب الحسين تريد تكون لهم لك من الأجر مثل ما لهم فقل متى ذكرته يا ليتني نيتك على هذه النية فقل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا وحد راسك المقطوع يا شمس الامضية للحشر ما ننسى يا
ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوام تقطيع جسمك بالثرى سركوب الوديع على مطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم نعاين بيك القبور ندخل الحال الحنين ولطم لصدور ونصير مثل الجلايب لو فارق حمي ونشوف عد رجلايك علي حسين مدفون وتهيج زفرتنا نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.